ذروك نعاودو نولو ونهضرو كيما ما بقانا سوى العودة إلى تاريخ الرجال الذين نعيش اللي رانا عايشين ذروك بالذكريات هذه الأيام منعرج نعيش تاريخ تاع الرجال الذين صنعوا من أم درمان صنعوا من أم درمان ذكريات هذه الأيام رانا نتكلموا بها شنا البارح شنا تاع الشروق شنا من بصح بصح انتوما هدمتوا هذا الشيء هذا الوردة هذا الشجرة اللي كانت تعطينا في المنتوج انتوما قطعتوها اليوم علي راكم تقولوا لماذا بيتحصلوا في الشعب فانك بيتحصلوا في الشعب باين بيتحصلوا فينا انتوما بيديكم هرستوا انتوما هرستوا ماشي احنا قلنا لكم سكتوا خلوا الناس قلنا لكم لازم تحترموا هذه اللعابه لازم نحترموهم ضرب قتيل بالشيخ في البلاطو طايح على محرز ويشكر لك في غوارديولا مي تهدر معاه يقول لك انت بالشيخ تشكر في غوارديولا وطايح على محرز مي سقساو غوارديولا والتصاوير كاينين غوارديولا قال لك انا نستعرف محرز حاجه لا يدير بها محرز قليله في الموند كاين زوج كيما قالها لكم غوارديولا قال لك كاين زوج كاين نيمار وكاين محرز يعطوا متعه في كره القدم يعطوا متعه داك التريب تاعهم يعطوا متعه نكهه زيد لك السكر في البارتيه وانت طايح على محرز نعيش ذكرته هذه الايام وهو كان وهذاك اليوم 19 نوفمبر كان منعرج في مسار كرة القدم الجزائرية وكان مسار فانيك على البلاد الجزائر في البلاد الجزائر علاه وهي تحطيم خطة رابع العربي خاطر حنا انا الصحافه يعني عندنا ميموار الصحافه نقلها مي كانت تساند في الرابع الكلاب ساندت اللي كانوا يهرسوا في ليبيا ولا تقول لهم يا ليبيين ادخلوا الى بيوتكم من القذافي عائله مجنونه تسمى اضربوا كانوا يساندوا في مصر كانوا يساندوا في مصر في هذيك الثوره تاع ثوره الكلاب ساندوا تونس ثوره الكلاب ساندوا في سوريا نهار الاول ما تجيش تكذبوا علينا نعرفوا ونعرف بلي الصحافه تاعنا لهنا هذو تاعنا اللي هما معارضين للدوله الجزائريه معارضين لبلادهم ويكرهوا بلادهم الصحافه عندنا تكره بلادها راحوا لاسرائيل 2001-2002 راحوا لاسرائيل هذا الصحافه لهم يبانوا دروك لعبوها يهضروا على الفوطبال كانوا يهضروا على السياسه ما يعرفوا السياسه من الطماطا واش كيدخلوا دخلوا في كره القدم راهم يحطموا قلت لكم راهم يقلعوا في الثقه من المواطن الجزائري تجاه بلاده راهم يقلعوا نتمنى ان شاء الله بربي يديروا لنا هضروا لنا على الناس علاه يتحرق كيما معمر جبور قال المحرز عليه المستوى تاع كرة القدم الجزائري راهي هود انا نوجه لكم سؤال نتوما يا الصحافة ديرونا روبورتاج كبير علاش الجزائر راهم يحرقوا ديرونا روبورتاج علاه الجزائر راهم يحرقوا خاصة في هذه الشهرين من ثلاثة علاش الجزائر راهم يحرقوا خاطش نتوما قلعتو لهم الثقة شو كنت نقولها لكم هذه ثقة وقال لي ثقة يعايروا فيا ومنا بصح انا عارف شكاين يعارف عينيا مين شوف ما نشوفش غير المعدومات انا قدامي لا نشوف بعيد ما نشوفش عن كراعي ولا عن نيفي شوف بعيد يا صاحبي وهذه الناس ضحاوا
ضحى بنادم كي يضحي 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 ضحى 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 بالصحة تاعه، كما تبقى تشوف الحاج محمد راهو ضحى بصحته، ضحى بصحته، ضحى بصحته، وبعد اللي تعايروا فيه ضحى بصحته، وبدر مال من ريسك، ريسك في مصر، ريسك في مصر، ريسك في بوركينا فاسو، ريسك كبير. انتوما تبالكم قاعدين قاعدين نتفرجوا، قاعدين نتفرجوا مع والو التلفزيون، تبنى ايه المستطيل الاخضر بصح ما تشوفش تروح تصوالح كواليس كي دايرين. لازم لازم تكون رئيس اتحادية، لازم تكون تعرف شكون يخرب لك شكون ما يخرب لكش، مين هذاك عليه هذاك جا هذا على راح هذا على ولا هذا، لازم تعرف كلش في افريقيا. ماشي قاعد هنا لاهي با يديروا لي انقلاب في قسنطينه، ها با يديروا لي انقلاب منا، ها نحاسب راخر، ها راخر راح در فيا، ما جر ما تحضروش فيه، بالشيخ نعي الشيطان تشليق لك يا وراك في لافريكا بوي لك الماكله والبني بالبريك ها ود لافريك، ها الماكله والبني بالبريك ها ود لافريك، او ما جاتش هاك، او لازم لازم تبنينها مليح باش تقول. ماشي قاعد هنايا تاع قسنطينه باغي يديروا انقلاب، يجي عمر يجي داك عمر بهلولي في طوي يدي الدراهم ولا كاش ما يدي ولا يبي لهي كي يدلك هاك حزروه تاع قسنطينه، من بعد يجيك تاع الرابطه تاع سعيده حرس روحك راه يديروا لك هما غير ياكلوا معاك، وانت بلا قانون لا والو تمشي على الله. الناس اللي يضربوا على بلاداتهم لي زافريكا لي كاليفا وعندهم الكلمه تاعهم روبورتي وكلش، قال لك انا بغي نحضر لكم ديمون، وانتم هنايا مازال ما خرجتوش كاع، انتم راكم مع افريقيا الوسطى، كنا نهضروا على لا بلجيك الجزائر ماتش نيل دروك صايي انقلبت افريقيا الجزائر نيجيريا والارجنتين يسكت ليستوار بيت عاود ترد هنا ايستوار تسمى تقلب غير الاسماوات برك ايستوار تاع 2002 بيت عاود تقلب غير الاسماوات تعاود ترد هنا دروك. كنت تقولنا بلي انا درت ماتش نيل مع لا بلجيك ولا بلجيك ربحت فرنسا، وانت فايق لعب مع فرنسا ضربتك بربعه وانت علاه ما تربحش فرنسا، ومن بعد قلت لنا الارجنتين انا درت ماتشين مع نيجيريا وانت لا ما تربحش نيجيريا، تما انت مكاش مي تقارن روحك مع نيجيريا، تما انت مكاش، انت مكاش افريقيا الوسطى تما خير منا، افريقيا الوسطى تما راهي خير، تما راهي خير من الارجنتين، كيما كنساهموها حنايا باش تساهمها لنا. شوف ما دامنا عايشين عايشيننا في الماضي، مادام عايشيننا في الماضي، مادام عايشيننا هاد القنوات الفساد، قنوات الفتن، قنوات الفتن، هذه قناة خاصة قناة الهداف، وهي أكبر قناة للفتن في الجزائر وتفريق الشعب الجزائري، قناة الجهوية، هذه قناة جهوية، قناة جهوية وراني نقول فيها، وقناة عنصرية، قناة لتفريق الشعب الجزائري، تصنع الطريق في وسطه، باغية ما بين الشعب والشعب، تصنع القناطر، تلعب كيما تبغي، وهو كاين واحد مدعم من عند بريش، واحد خرج راه خدام في ليكيب ناسيونال، والله العظيم، والله ما يحوسوا الخير للجزائر. هذه القناة الهداف والله ما تحوس على قطرة تاع خير على الجزائر، تحوس كوستي بالأمطار ما طيحش في الجزائر، هاد الناس هادو كوستي بالأمطار ما يطيحوش في الجزائر، كما يقولك النوم ما طيحش في الجزائر، هاد الناس هادو تمناو إن شاء الله بربي، الدولة الجزائرية تمناو إن شاء الله بربي يكونوا رجال ويديروا موقف لهذه القناة، هذه قناة الفساد، قناة كل شيء تتم إلا كرة القدم، هذه القناة مديونة كل شيء إلا تحاليل كرة القدم، إلا تحاليل كرة القدم، ومملية ما تنفع فيها أي حاجة،
تنفع إلا لتحطيم كرة القدم الجزائرية. عاودوا ونولوا لازم منا رجال يوقفوا، ولازم ناس على الفيسبوك لهذه الصحافة أي خايفة منكم، ولازم نعطوا الرأي تاعنا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. ناس همشي هذا كاع الناس كاع اللي راهم كاع اللي راهم كاع خويا اللي في كندا، الناس اللي تهدر، الناس اللي هنا، في الناس اللي دايرين لي فيسبوك، دايرين القنوات تاع اليوتيوب، وين ما كاين جزائري يعطي ويعبر، يعبر على كما يقول لك على الصح اللي راه رانا نشوفوا فيه. وهذه الصحافه وهذه الاتحاديه مازال ما شافتش، ما اللي احنا نعطوا راينا على هاد الناس اللي جاوا يفسدوا كره القدم الجزائريه، ونديروا حمله ضدهم. وما زلت نقول حمله ضدكم انتوما اللي خسرتوا كره القدم، انتوما اللي توخروا هذه هي. وطلبوا لنا الشفاء، رانا مرضى، طلبوا لنا الشفاء ان شاء الله بربي، واللي يصلي يطلب لي الشفاء نبرا ان شاء الله بربي. وربي يحفظكم، وتحيه الجزائر، ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج، وتحيه الجزائر، تحيه الجزائر، وربي يحفظكم.